لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد جلسات وفعاليات الحوار الوطني اللي انطلق بشكل فعلي الأسبوع اللي فات حد الثلاث وخميس، بيناقش الثلاث محاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي على هامش جلسات الحوار الوطني وتحديدا في المحور المجتمعي. دلوقتي هنتابع لقاء مهم جدا مع محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يمكن اليوم الثالث النهارده وبنتكلم على موضوعات تخص المحور الاجتماعي، سواء الهويه او موضوع تاني الخاص بالولايه على المال. ويمكن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اليوم قدمت مقترحات قابله للتطبيق للجنه الحوار الوطني، يمكن بعد الدراسه للمشكله، دراسه واقعيه والبحث عن التحديات اللي بتواجه حل المشكله، قدرت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين تقدم اليوم العديد من التوصيات القابله للتطبيق لحل تلك التحديات، سواء على المحور التشريعي. يمكن زميلتنا النائبه ايمان الالفي تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون 119 سنه 52 الخاص بالولايه على المال، وده بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي حصلت في عبر السنين. احنا بنشوف التغيرات يوم مع يوم مع موجة التضخم، احنا ازاي نقدر نحافظ على أموال القصر دي ويستثمرها استثمار آمن عشان ما تفقدش قيمتها، وده اللي تم تقديمه في مشروع القانون اللي قدمته زميلتنا إيمان الألف. ويمكن كان في عدة مسامات أخرى من زمايلي في التنسيقية اليوم في الجلسة الخاصة بالوصاية على المال، ودخلنا في محور تاني، محور الإجراءات. طب ايه الاجراءات اللي بتواجهنا دلوقتي محتاجين لتعديلها؟ يعني محتاجين يبقى في حد زمني ووقتي لتقديم الطلبات اللي بيقدمها الولي للحصول او الوصي على الطفل للحصول على الاموال للصرف عليه، وده محتاج ان يبقى في عمليه الرقمنه. احنا بنتكلم على الدوله المصريه داخله بتعمل التحول الرقمي، واحنا داخلين على الجمهوريه الجديده، لازم يبقى في ابلكيشن او ادخال التحول الرقمي مع النيابات الاسره الخاصه بالولايه على المال. ازاي نقدر نفصل تلك النيابات عن المحاكم والنيابات اللي بيبقى فيها بعض المجرمين حفاظا على الحالة النفسية للطفل؟ حاجة مهمة جدا برضو تم طرحها ان يكون في حد ادنى موجود للصرف في الحالات الطارئة، الطفل حصل له حادث او لا قدر الله يحتاج يعمل عملية طارئة، لازم يكون في حد ادنى من الاموال مسموح للولي على تلك الاموال انه يقوم بالصرف على الطفل في تلك الحالات بدل ما يقوم بالاستلاف وخلافه. اتكلمنا برضو على الخبراء وتقدير الاحتياجات، لازم يكون في سرعة في الإجراءات. فكان في العديد من التوصيات اللي تقدمت بها تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين في الجلستين، سواء جلسة الهوية أو جلسة الوصاية على المال، سواء لتحديث البنية التشريعية اللي بقالها سنين وإحنا بالفعل عدينا مشاريع قوانين، أو كإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق حتى نستطيع أن نصل لحل تلك المشاكل اللي تواجه المجتمع المصري.